السلام عليكم، رمضان كريم عليكم يا رب، وعواشركم بروكا باش ما تمنيتو بصحة وسلامة. عواشركم بروكا يعني كل عام وانتم بخير، نتمنى أنكم تكونوا فرحانين وسعداء إن شاء الله في هذا رمضان هذا وطول العام ماشي غير في رمضان. الله يجعلنا ويجعلكم من أهل الجنة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله قبل ما ابتدي الحلقة هكلم مصري بقى النهاردة، قبل ما ابتدي الحلقة عايزة أقول لكل الناس كل سنة وانتم طيبين، عايزة أقول لكم رمضان كريم، عايزة أعيد على كل الناس وأقول لهم رمضان بالنسبة لي عيد، مش عيد بس لا عيد كبير جدا، لأنه من أحب الأشهر إلى قلبي وقلب الناس كلها طبعا أكيد. فعايزة أحيي شيف شربيني الملك بتاعنا أول حاجة، أقول له كل سنة وانت طيب يا أحلى ملك في الدنيا ورمضان كريم عليك. عايزة أحيي كمان الشيف نجلاء الشرشابي الجميلة الجدعة الحنينة بتاعتنا كلنا، عايزة أقول لها كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم عليكي. كمان ما ننساش الشيف نرمين هنو، عايزين نقول لها كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. والشيف غادة الجميلة غادة التلي، عايزة أقولك كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم عليك يا أحلى دودو في الدنيا جارتي. ومرمورتي ميرو أميرة شنب، الشيف أميرة شنب الجميلة الجدعة اللي أنا عارفة أنك بتشوفي دلوقتي كل سنة وانت طيبة. عايزة أقول لكم قبل الهوا بتقولي اجري 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 عايزه اقول لها ثانك يو وربنا يخليكي ليا وكل سنه وانت طيبه، رمضان كريم عليكي وعلى اولادك يا رب. شيف عماد الخش عايزه اقول لكم ايه، الاب الجدع الطيب الحنين، كل سنه وحضرتك طيب يا شيف ربنا يخليك. القمر بتاعتنا غاده جميل، الشيف الزغنطوطه غاده جميل، بحسها زغنونه كده، الشيف غاده جميل كل سنه وانت طيبه. والجميله المتالقه نوره السادات، شيف نوره السادات كل سنه وانت طيبه. كمان عايزه احيي نورهان ميشيل ومراد مكرم، بما اننا اسره واحده وشبكه وسناره الصياد بتاعنا الصياد بتاع سفره، عايزه اقول له كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك. رمضان كريم عليكم كلكم، على كل الكاست، على كل الناس اللي شغاله ورا انتم مش شايفينها، بس اسم من غير انا مش هذكر اسماء، بس شكرا ليكم كلكم، شكرا لمدير القناه محمد سمير، شكرا لكل الناس اللي بتقف معانا وواقفه معانا وبتشجعنا وبتدعمنا. أنا واحدة من الناس كانت بدايتي في رمضان، يعني كانت أول طلوع ليا في رمضان اللي فات، النهاردة هتم معاكم سنة، فبالنسبة لي ده عيد ميلادي معاكم في سفراء، فبقول لنفسي الحمد لله إنه ربنا اداني أسرة هنا. أي نعم أنا من المغرب بس أنتوا بقيتوا عيلتي، يعني هنا والمشاهدين والمتابعين كل الناس من كل الدنيا اللي بيشجعوني وبيدعموني، والنهاردة خلوني واقفة قدامكم عايز أقول لكم رمضان كريم عليكم يا رب بالخير واليمن والبركات. عايز أقول للمغرب كل عام وانتم بخير وعواشركم بروكا بصحة وسلامة وباش ما كتمناو. عايز أقول لكم كان موت عليكم وكان حماق عليكم، شكرا لكل الناس طبعا، مش هنسى بلدي الحبيبة المغرب استحالة، في الأول وفي الآخر هي السبب اللي خلتني هنا. أمي كل سنة وانت طيبة وكل الناس طيبين يا رب. كمان عايزة أقول كل عام وكل المغاربة بخير وعلى خير، والأسرة العلوية إن شاء الله بخير ورمضان كريم عليهم إن شاء الله. بما أننا قلت كده الكلام شوية ده كان لازم أحييكم، كان لازم أقول لكم رمضان كريم. عايزة أقول لكم المغرب مختلف تماما في رمضان عن هنا. احنا واحنا بنعمل الحلقة بتاعتنا النهاردة هنبتديها بأهم وصفة عندنا في المغرب اللي هي الحريرة اللي في رمضان كنديروها. غنديروا الحريرة اليوم بطريقة بسيطة وسهلة بزاف، أتمنى أنكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم. بس واحنا بنعمل هقول لكم ان احنا تقاليدنا مختلفة تماما عن تقاليدكم، وحياتنا مختلفة عن هنا في مصر تماما وعن باقي الدول العربية، لان احنا العيد عندنا فعلا رمضان عيد، يعني رمضان دخلت رمضان دي بنقول لما يقول هل هلال وخلاص ده عيد بالنسبة لنا. كل الناس قفاطين وتكشيطة وجلابية رجال أو نساء، يعني إحنا ستات ورجالة تلاقينا باللبس المغربي بنعمل لبس مغربي جديد، بنخترع حاجات كتيرة قوي وحلوة جدا. تعالوا عشان ما صدعكوش بالكلام هتكلم معاكم كتير النهاردة جدا. هحط أنا هنا شوية زيت عادي زيت نباتي عشان نبتدي الحريرة،
هقول لكم المقادير. هنحتاج فيها لحمة مكعبات، ممكن نستغنى عن اللحمة تماما لو احنا عايزين. كمان عندي طماطم، طماطم مبشورة من غير قشر، بصل مفروم ناعم، كزبرة وبقدونس مفرومين ناعم، كرفس أوراق يكون مفروم ناعم، ما ناخدش الغصن بتاعه، ناخد الورق. عندي حمص، حمص لو ناشف يبقى منقوع ليلة كاملة. والعدس برضو، العدس بجبة هنعمله، العدس ما بننقعوش، بس أنا هنا عشان ضيق الوقت فأنا سلقاهم الاثنين عندي مسلوقين. عندي صلصة طماطم شعرية. بالنسبة للتوابل هاخد ملح وفلفل اسود، جنزبيل وكركم فقط لا غير. ممكن في ناس بتحب تزود شعرية، الزعفران شعره بس كده. وعندي دقيق وطبعا ميه عشان اتخن بيها او عشان ادي تقل لايه؟ للحريره بتاعتي. هنزل اول حاجه هنا البصل، بننزل كل حاجه مع بعضها يعني ما بنشوحش. خليني احط هنا الحله بتاعتي وهبتدي انزل كل حاجه. مطيشه اللي هي الطماطم واللحمه اهي. اللحمة أنا بقطعها صغيرة جدا، ممكن نستغنى عن اللحمة تماما لو إحنا مش عايزين. كزبرة والبقدونس بتاعتي مقاديركم بالظبط هتلاقوها عندكم على الشاشة عشان تبقى معاكم مظبوطة وحلوة. وعندي هنا الكرفس اللي مهم جدا لأنه بيديني طعم حلو قوي في الحريرة بالذات. هاخد التوابل بتاعتي وهحط كمان الحمص اهو والكركم، الحمص والعدس، يعني هحط الحمص والعدس. انا طبعا زي ما انتم عارفين انا عامله هنا عندي في الاستوديو، عملنا كنا مع بعض توابل الحريره. توابل الحريره عباره عن ايه؟ عباره عن توليفه كده بتديني طعم حلو جدا بدل المكعبات اللي احنا بنعملها. هنزل العدس بتاعي، العدس بجبه، انا هنا سلقاه نص سلقه هو والحمص، هنزلهم مع بعض كده وهقلبهم تقليبه بسيطه 10 دقائق وهقوم عامله لهم ميه وسايباهم لحد ما يستووا. هياخدوا مني ساعه الا ربع، 45 دقيقه في السوى، وهتبقى معايا الحريره بتاعتي جاهزه. كل اللي هتحتاجه اني ازود عليها صلصه الطماطم وتقل الدقيق بشويه ميه. هنشوف مع بعض ازاي. تعالوا بينا بقى، طالما احنا بنتكلم عن المغرب وجمال المغرب وحلاوه المغرب في رمضان، يلا خلود الاول. خلود، يا خلود كل سنه وانت طيبه. رمضان كريم عليكي يا قلبي، قوليلي. وانت طيبه يا حبيبي، كلمينا تاني يا خلود، ورمضان كريم عليكي يا رب. كلمينا تاني، اكيد الخط في مشكله. هقلبهم هنا لحد ما يتقلبوا معايا كويس جدا، وبعد كده هحط عليهم الميه. في ناس بتحب تزود صلصه طماطم دلوقتي، انا ما بحبش ازودها دلوقتي غير لما اللحمه بتاعتي تستوي معايا، ده اهم حاجه. يعني بعد نص ساعه هزود صلصه الطماطم، هسيبها ربع ساعه كمان، وبعد كده هقوم حاطه فيها الدقيق مع شويه ميه، اعمله بقوامه يبقى زي الكريب عندي، هيبقى معايا حلو جدا. تعالوا نعمله مع بعض دلوقتي اصلا، نجهزه. وبعد ما تستوي معايا والدقيق نسيبه يغلي 10 دقايق ربع ساعة لحد ما الدقيق بتاعنا يستوي عشان ما ناكلوش مش مستوي. بعد كده أقوم منزلة الشعرية وسايباها كمان 10 دقايق تغلي لها غلوة بسيطة، وهتبقى معايا حلوة جدا. ناخد إيه يا زوزو؟ حنين أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا حنين، كل سنة وأنت طيبة. أموريني يا قلبي. ايه؟ انا عايزه اقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه. يا قلبي كل سنه وانتي طيبه، انا وانتي وكل الناس يا رب. رمضان كريم على كل الناس في الدنيا يا رب، يجعله شهر خير باذن الله علينا كلنا. رمضان وفطار رمضان مختلف تماما عن هنا. حريره، فطاير، سلو، شبكيه، بلح، أنواع عيش، أنواع مكسرات، عصاير، بريوات زي ما هنعمل النهاردة، كيش، ممكن 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 أحيانا صواني، أسماك أو ريش زي اللي احنا هنعمل النهاردة. حاجات خفيفة جدا عبارة عن مقبلات تعتبر أكثر ما هي أكلات، بس أهم حاجة فيها الحريرة والبلح وإيه وسلو وشبكية، دول أهم حاجة في الطبلة ديال. والبيض مسلوق، البيض مسلوق لازم يبقى موجود في الطبلة ديال أو في سفرة رمضان، ده أساسي جدا، لازم لازم لازم. أنا هنا هحط المية بتاعتي الأول أهو، أخليها تغلي. يا أم أدهم أهلا وسهلا.
اهلا وسهلا. شوف غاده، شوف زوزو، كلنا اخوات. قولي لي يا قلبي، رمضان كريم وكل سنه وانت الله طيب. اكرم يا رب، وعليكي يا ربنا يخليكي، رمضان كريم عليكي يا رب وعلى الاسره. جدا 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 يا ربنا يخليكي يا قلبي، ربنا يخليكي، شكرا. ده شرف ليا. حبيت بس اعيد عليك اقول لك رمضان كريم وكل سنه وانت طيب. شكرا يا قلبي، رمضان كريم عليكي وعلى كل الناس يا رب، ربنا يخليكي. طيب انا حطيت الحريره بتاعتي اهي، تغلي لها غلوه، هسيبها هقفل عليها واخليها تغلي لها غلوه بسيطه خالص، وبعد نص ساعه بالظبط هزود عليها صلصه الطماطم، وبعد صلصه الطماطم هسيبها 10 دقائق او ربع ساعه كمان، نحط الدقيق بتاعنا اللي احنا تقلناه بقى قوامه نفس الكريب بشويه ميه عاديه جدا من الحنفيه، تمام. بعد كده نخليه يغلي كويس جدا لحد ما يستوي الدقيق بتاعنا، ونقوم حاطين عليها الشعريه ونقدمها بصحه وراحه بعد 10 دقائق من اخر خطوه عندنا. هطلع فاصل وهنرجع لكم على طول، ما تمشيو تال بلاصه، خليكم معانا. رجعنا لكم من الفاصل. هنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا تعالوا بصوا معايا، الحريره بتاعتي ابتدت تغلي معايا اهي، هسيبها تغلي وتاخد راحتها خالص في الغليان وتبقى معايا كويسه جدا. بعد ما تستوي معايا احس ان اللحمه بتاعتي استوت، الحمص استوى والعدس كمان استوى معايا، هيبقى عندنا كله تمام. يا دوب هنزود الصلصه وسايباهم هنا لحد ما نعملهم مع بعض، اوريكم الطريقه من A to Z او من الاول للاخر. هنعمل الريش او الضلوع محمرين في الفران، أكلة رائعة حلوة جدا، خفيفة جدا وسهلة جدا، يعني الستات اللي عندكم شغل هتنفعكم جدا، حلوة قوي. هنحتاج فيها إيه؟ ريش يبقى فيها حتة دهن بالشكل اللي انتم شايفينه ده، هحتاج ثوم مهروس، بصل شرايح، هريسة، بابريكا اللي هي تحميرة، كمون، وملح وفلفل أسود. كمان هحتاج في الخضار، أنا هقدم معاها النهاردة خضار، جزر وكوسة وفاصوليا خضراء وبطاطس مقطعاهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده ومسلوقين. هاخد الريش بتاعتي أتبلها، مش هاخد التتبيله كلها، انا التتبيله اللي عندي هاخد منها شويه شويه شويه، اتبل بيه، هاخد فلفل اسود اهو، اتبل بيه اللحمه، وشويه اعمل بيه ايه؟ شويه اتبل بيه الخضار بتاعتي، والملح او الملح ديالي. يا سلمى اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا زوزو؟ ازيك يا روحي، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. كويسه، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا رب، ربنا يخليك. بحب حضرتك جدا والله. ربنا يخليك يا قلبي، وانا بحبكم جدا. وانت النهارده جميله كده وحلوه قوي بصراحه. ربنا يخليك يا قلبي، شكرا يا حبيبي، شكرا انا ليكي. بحب اكلم حضرتك طول ما انت على الهواء. ربنا يخليك كتير. ربنا يخليك يا قلبي، ده شرف ليا، شكرا ليكي. سوري. بعتذر. هعمل كمان توابل لحم الاعراس اللي انا عاملاه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهحط معاهم بصوا، لان هما اوريدي انا سايبه فيهم شويه دهن شويه زيت. يا ليلى الو، كل سنه وانت طيبه، رمضان كريم. الله يبارك فيك، انا يوم فات بقول لكم مبروك عوافرك، مبروك رمضان، الله يبارك فيك، والسلامه يا ربي. شكرا. ان شاء الله يا ربي، والمصر والمغرب كل شيء بحال بحال. امين يا ربي، امين، الله يبارك فيك. وبارك الله عليك. شكرا عليك. شكرا هنا. الله يبارك فيك، زعما متابعك، الله يعطيك الصحه، الله يعطيك الصحه. شكرا. جبنا الله رحنا في لاكوزين ماروكان. الله يبارك فيك لالا، شكرا. تبارك الله عليك لالا، الله يبارك فيك ليلى، شكرا. فرحانه بزاف اللي هضرت معك اليوم، رمضان كريم عليك، حسستيني، فرحتيني، حسستيني انني في المغرب. اجمعين يا رب، وفوالا، برافو عليك. ميرسي بوكو، والله يبارك فيك، حسستيني انني كنا في المغرب، ميرسي بوكو، رجعتيني للمغرب، والله شكرا بزاف بزاف. شكرا ليكي بجد، شكرا لكل الناس بجد. اهو بصوا تبلتهم، هعمل ايه انا؟ هحطهم في الصينيه بتاعتي، هم هيبقوا مشويين، يعني هيبقوا مشويين، هيبقوا حلوين جدا. وهنزل معاهم البصل من غير اي حاجه، البصل هينزل الميه بتاعته، والريش بتاعتي هتنزل الميه بتاعتها. هدخلهم الفرن بالشكل ده، ونفس اللي انا عملته هنا بس من غير بصل هعمله في الخضار دلوقتي مع بعض. خلوني ادخل الريش بتاعتي، بتستوي بتبقى حلوه جدا. خلينا نفتح على الحريره شويه، بصوا بتغلي ازاي. هعمل ايه دلوقتي؟ هشيل دي وهنعمل الخضار بتاعتنا. الخضار بتاعتي انا جايبه صينيه هنا، بصوا كل اللي انا هعمله هاخد بالشكل ده، هاخد الكميه المناسبه ليا. خليني ازود شويتين الكوسه. يا ساره اهلا وسهلا. ايوه ازي حضرتك؟ ازيك، رمضان كريم عليكي.
ربنا يخليكي، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة يا رب. يعود عليكم بخير. اللهم أمين يا رب علينا وعلى جميع الناس كاملين أجمعين إن شاء الله. تسلم إيدك، الله ينور. شكرا، ربنا يخليك يا قلبي. شكرا على المكالمات الحلوة دي، مكالمات رائعة بالنسبة لي. شكرا ليكو. بصوا هعمل كده وهزود شوية هنا جزر، والخضار غير، أنا هسيب طبعا الخضار دي كلها هنعملها مع بعض دلوقتي. خليني أحطها هنا. هعمل إيه؟ نفس اللي أنا عملته بس بشكل مختلف شوية. أهو خلينا نجيبها هنا. وهنعمل إيه؟ عايزة هحط شوية بصل هنا أهو، وأجيب عايزة بولة صغنطوطة. يلا نفضي. ناخد ايه؟ ناخد ايه يا زوزو؟ خلوني اشوف بولة كده حلوة اهي. يلا بينا. هاخد شوية من الزيت اهي، هحط فيها الهريسة. يا سارة. الو. الو. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. قولي لي يا قلبي عايزاني اعمل لك ايه؟ عايزة طريقة البيتزا باللحمة المفرومة. عينيا الاتنين يا قلبي، من عيوني الاتنين. هعمل لكم وصفات حلوة قوي الشهر ده، هنعمل حاجات كتيرة جدا. يعني هنبقى عايزة اقول لكم، هوريكم كل الحاجات اللي بنعملها في المغرب، او هنعمل كل حاجة احنا كنديروها في المغرب، غادي تعجبكم بزاف ان شاء الله. من الفطار، من السحور، من العشاء. احنا طبعا السحور عندنا نادرا ما الناس بتقوم تتسحر، بس اهم حاجة عندنا هو العشاء. يعني اهم من الفطار نصلي التراويح كده، تلاقي المغرب كله في المساجد في التراويح بيصلوا التراويح. وبعد كده نعمل ايه؟ خليني اعملها كده. بعد كده تتلم العائلات الاصحاب، وعندنا عادات مختلفة تماما عن هنا. عايزة اقعد احكي معاك واقول لكم كل حاجة بنعمل. اول حاجة مبدئيا لازم نقعد عند اكبر حد في العيلة، يعني اول يوم ده لازم نتعزم زي هنا بالظبط، يعني لازم نروح عند اكبر حد موجود في العيلة عندنا. تعالوا ندخل ده هنا. بعد ما بنعمل كده بتلاقي من اهم الحاجات عندنا الستات لوحدهم والرجاله لوحدهم، بمعنى اننا بناخد بنفصل الستات والرجاله. وكمان في ناس بتعمل ترابيزات للاطفال زياده، لو في اطفال زياده جدا بيبقى افطار الستات لوحدها افطار الرجاله. ده من التقاليد الاساسيه في المغرب اللي كيديروها جدودنا. رمضان كريم، وهروح فاصل وهرجع لكم على طول، ولسه هنكمل باقي حكاوي عن المغرب الحبيب. خليكم معانا. جينا لكم من الفاصل. عملنا طبعا زي ما انتم عارفين، عملنا الحريرة، عملنا كمان الريش بتاعتنا، وعملنا الخضار. انا زودت شوية ريش على الباقي. الخضار كلها انا سلقاها زي ما انتم شايفين، زودت شوية ريش حلوين كمان عشان يكفونا ويكفوا العرادة ديالنا في رمضان. طيب الحريرة عندي هنا بتغليها، هحط لها ايه؟ هحط لها قبل ما ابتدي الوصفة اللي جاية دي، هحط لها هنا ايه يا زوزو؟ اهو صلصة الطماطم، وهقلب تقليبة عشان تديني اللون الأحمر اللي أنا بحبه، أو اللي الناس بتبقى مبسوطة بيه في الحريرة، أو اللون الطبيعي كمان بتاع الحريرة. نقول بصوا بيبقى شكلها إيه أو لونها إيه، بتبقى حلوة جدا. هبتدي أنزل الدقيق بتاعي أهو عشان تتقل معايا، ضروري جدا. كان سميوها في المغرب كان نقولوا لها تدويرة ديالة الحريرة. بنبتدي نلف الحريرة بالشكل ده أهي. التقل إحنا اللي بنتحكم فيه اللي إحنا عايزينه، عايزينها خفيفة تخينة تقيلة قوي، يعني إحنا اللي بنتحكم فيها. بصراحة أنا بحبها تبقى ده التقل اللي أنا بحب فيه الحريرة. لو عايزين تقلوها أكتر ممكن تقلوها براحتكم زي ما تحبوا وزي ما تفضلوا. طيب هقفل عليها تغلي، والدقيق يغلي معايا 10 دقايق، وهحط عليهم الايه الشعريه بتاعتي. نعمل بريوات يا زوزو.
البريوات عبارة عن إيه؟ عبارة عن لحمة مفرومة، بصل مفروم، كزبرة وبقدونس مفرومين، وعندي زيتون أخضر مفروم ناعم جدا، جنزبيل باودر، كركم باودر، شطة باودر، وعندي هنا فلفل بابريكا أحمر اللي هي تحميرة برضو باودر، وعندي زعفران شعرة، ملح وفلفل، وهنا سلقة شوية رز بسمتي بيبقى حلو جدا. تعالوا بينا ناخد أول حاجة نقطة زيت، حاجة بسيطة، ما تكتروش الدهنيات في رمضان أو الحاجات اللي فيها زيت كتيرة في رمضان. نحاول نستغل الفرن كتير جدا في رمضان بحاجات بسيطة، نستعمل أقل حاجة في الزيوت بتاعتنا، أو يعني زيت زيتون أو زيت عادي، بصراحة نحاول نستعمل أقل حاجة فيها زيت كتير عشان المعدة بتبقى مرتاحة جدا، فبنيجي مرة واحدة دب الأكل فيها بنتعب جدا جدا جدا. طيب هرجع وأقول لكم المغرب إحنا بنعمل إيه. بنحط الفطار من الأساسيات، الحاجات اللي أنا قلتها لكم دي، بس بنعمل فيها إيه؟ كل اللي إحنا بنعمله في الموضوع إننا بنشرب عصاير كتيرة قوي، مش مرة واحدة على الريق، لأ بناخد شوربة الحريرة الأول عشان تدفي المعدة وتهديها وتهيئها إننا هنبتدي خلاص نستخدمها أو نستعملها، فخلاص. طيب بعد كده بنبتدي ناخد التمر والحريرة دول أول حاجة، والعصاير المشروبات الرمضانية. احنا ما بنستعملش خروب أو صوبيا أو أراسيا اللي هي المشمش، لا بنعمل عصاير حلوة جدا مغربية، بنعمل عصاير بالمكسرات، بنعمل عصاير بالفواكه الطبيعية، بتبقى رائعة بصراحة وجميلة وطعمها حلو قوي. هنعمل كل ده إن شاء الله مع بعض في رمضان ده بإذن الله. هحط الزيتون الخضر ديالي معاها عشان أنا بحب أحطه من الأول عشان يديني طعم، الزعفران شعرة أهو، سكنجبير اللي هو الجنزبيل، يا سنابل أهلا أهلا وسهلا يا سنبلة، الحمد لله. إزيك يا حبيبي؟ كل سنة وأنت طيبة ورمضان كريم. أنا بحبك قوي. وأنا بحبك جدا جدا. أنت صايمة ولا مش صايمة النهاردة؟ عايزة أسأل بس. صايمة. الحمد لله يا رب. قولي لي يا قلبي. عايزة أسأل بس على وشوة الشربات. قولوا لي تاني على إيه؟ الشربات؟ أوه. طيب بصي الشربات هنعمل كوبايتين سكر مع كوباية مية، أول ما يغلوا معانا ونحس إنه السكر بتاعنا ده جوه المية بنعصر عليهم عصرة ليمونة زغنطوطة خالص أو هي معلقة صغيرة وخلاص، ونسيبهم يغلوا لحد ما يتقل معانا الشربات بتاعنا، بس كده لا أقل ولا أكتر. عايزة كتير؟ عايزة قليل؟ عودي ضعفي في الكمية لحد ما تبقى عندك الكمية مظبوطة، كوبايتين سكر على كوباية مية بس كده. انت عارفه يا سنبله لو انت صايمه عندنا في المغرب احنا بيعملوا ايه للولاد الزغنطتين اللي بيصوموا؟ بيدلعوهم بصراحه، يلبسوهم لبس مغربي ويعملوا لهم زي الكوشه المغربي، كوشه اللي هي الجلسه دي العروسه لولدت صغيرين، نعمل لهم زي الكوشه بتاعت العريس والعروسه، وبنلبسهم لبس مغربي ويعملوا لهم حنه وتبقى زي الاميره، ويعملوا لها تاج ويجيبوا لها البلح لحد عندها واللبن تفطر بيه اللي هو الحليب. لا لا بيدلعوكوا جدا جدا جدا، بيعملوا تقاليد حلوه قوي قوي بجد. بصوا بقى هنتبل اهو، او مش هنتبل، انا هشوحها كده، هي بتستوي معايا على طول، انا مش واخده كميه لحمه مفرومه كتير. لو عايزين اللحمه تبقى معاكم كتير وتضعفوا الكميه ومش متاح عندكم، يعني مثلا انا فتحت الفريزر ومستعجله عايزه اعمل لحمه كتير وعايزه اضاعف الكميه تبقى معايا كتير، ندخل معاها يا برغل، برغل نبقى ناقعينه في ميه كويس جدا ونخليه يستوي شويه سوا بسيط قوي، يعني 5 دقائق على النار كده بس، ونصفيه كويس قوي وننزله معاه، يدينا كميه كبيره. يا اما فول الصويا، بس ما تكتروش من فول الصويا كتير لانه مش حلو قوي الكتر في الحاجه، هي الوسط في الحاجه حلو قوي. مريومه اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه. اهلا وسهلا بيك، يا رمضان كريم يا قلبي. حضرتك تسلم ايديكي بصراحه. شكرا يا حبيبي، شكرا ليكي، تسلم ايديك انتوا، ربنا يخليكي. كنت عاوزه اسالك على حاجه. عينيا الاثنين. انا كنت في المغرب واكلت زيتون مخلل كان حلو قوي، كان عليه دقه خضراء تقريبا. ايوه.
اكلت زيتون اخضر. انا هقول لك دلوقتي خضرة. حالا الزيتون المغربي اللي عليه الكزبره الخضراء هتعملي فيه ايه. احنا طبعا سبق وعملناه، اللي عايز يخش على صفحه البرنامج هيلاقيه، بس هقول لك برده تعملي ايه. خدي الزيتون بتاعك عادي جدا، اغسليه كويس جدا من الملح، والريش بتاعتي الريحه حلوه، اللهم اني صائمه يا رب. عايزه اقول لكم الزيتون هتاخدوه هتغسلوه، زيتون مخلل عادي جدا المصري اللي عندنا، هنغسله جدا من الملح كويس قوي، انا باكد على كويس قوي عشان هيبقى فيه ملح كتير. نغسله كويس قوي ونعمل له ايه، كل اللي احنا هنعمله له، خليني اخد الكميه بتاعتي، هنحط عليه شويه زيت زيتون، شويه كزبره، وبقدونس مفرومين ناعم، يكونوا مفرومين ناعم كويس جدا جدا، يعني بمعنى كويس جدا. هنقوم كمان عاملين فيه شويه كزبره ناشفه، شويه كمون، شويه فلفل بابريكا، وما تحطيش ملح خالص، نقطه عصره ليمون او خل، يا ليمون يا خل، يا ده يا ده، مش الاثنين مع بعض، وهيبقوا معاكي حلوين جدا جدا جدا. تخلي ليهم، ممكن تعملي بطرمان كبير جدا وتخليه عندك في المطبخ، يستحسن انه يعدي عليه ليله كامله عشان يبقى معاكي حلو قوي ورائع بصراحه، يعني يستحسن يستحسن تخليه ليله عشان التوابل بتاعته تاخد سواها او تستوي مع الخل والملح اللي الخل والملح اللي موجود في الزيتون اوريدي، فهيبقى معاكي حلو جدا. جربيه لكل انواع الزيتون، الاخضر الاسود الاحمر، شرايح، براحتك خالص، وممكن تضيفي عليه الهريسه كمان، مش كتير عشان ما يبقاش سبايسي معاكي، بس بتدي له طعم حلو قوي. طيب يا زوزو هنعمل ايه؟ عايزه الف ورق السمبوسه، بس عايزه اجيب، نجيب طبسين ولا نجيبوا صينيه؟ يلا نجيبوا صينيه. عايزه اقول لكم كيف ما كنقولوا في المغرب، العين كتاكل قبل من المعده، احنا او العين اللي هي العين تاكل قبل المعده. عايزه اقول لكم احنا في رمضان لازم يبقى عندنا حاجات كتيره قوي 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 في الترابيزه او في الطابله ديال رمضان، ضروري جدا. هاخد هنا بريوات ديالي وهبتدي اهي الفها بالشكل ده، وبضغطها انا لما باجي في النص بضغطها عشان تبقى معايا اسطمبه واحده اهي بالطريقه دي. هقفلها بايه؟ هقفلها ببيض او بشويه دقيق وميه على راحتنا خالص زي ما احنا نفضل. وبعمل ايه؟ ما بقليهمش في رمضان، ما بحبش اقلي كتير بصراحه. كل اللي انا بستنوا عشان دي اتفتحت من هنا، كل اللي انا بعمله، خلوني اعالجها لازم اهي، معلش اتفتحت مننا، بس يلا اهي تبقى بالشكل ده. انا بعملهم نفس الشكل ده، ممكن تعملوا الشكل اللي انتوا عايزينه، ممكن تحشوهم سيجار براحتكم خالص. هرجع واقول لكم انا ما بقليش في رمضان كتير، نادرا ما هتلاقوني بعمل حاجات مقليه، كل اللي انا بعمله بعمل الفرن، بستغل الفرن على قد ما اقدر، يعني على قد ما اقدر بستغل الفرن بتاعي عشان ونسبه الدهون بصراحه بقللها قوي، عشان اول حاجه ما اطلعش زايده في رمضان، ما اطلعش تخنانه في رمضان، ما طلعش تخنانه في رمضان، وكمان يعني الزياده كمان بحب دايما يبقى الاكل خفيف، لانه المعده بتبقى تعبانه جدا بصراحه. فلا طيب لو هتلفوهم سيجار يا جماعه لازم يبقى الورق اعرض شويه او اكبر شويه، خلونا ناخد دول اهو، يبقى اعرض شويه او اكبر شويه عشان يتلف معاكم سيجار ويلف من الجنب معانا، ده ضروري جدا. هقفلهم انا بالزيت بالشكل، هكملهم بالشكل ده او هقفلهم بالزيت بالشكل ده، وهطلع فاصل وهرجع لكم على طول، خليكم معانا. نفس الطريقه دي هنكمل لف كل ده وهندخله الفرن ونجيبوه، هيبقى حلو جدا وطعمه حلو، مفيش زيت كتير، جربوه بالطريقه دي، تكون كمان الحريره بتاعتنا جهزت، تكون الحاجه بتاعتنا جهزت، عشان اعمل لكم حاجه حلوه جدا لسه. خليكم معانا فاصل ونجيب دابا واشاركم بروكه. جينا لكم من الفاصل وابتدينا نحضر اطباقنا. السمبوسه بتاعتنا بعد ما بتطلع من الفرن بتبقى بالشكل ده، قدمناها النهارده بالطريقه دي، يا رب تكون عجبتكم ان شاء الله باذن الله تعالى. السمبوسه بتاعتنا في الفرن من غير زيت من غير اي حاجه، زي ما قلت لكم تتبيلتها بسيطه جدا بتبقى حلوه. الريش بتاعتي يلا بينا، بسم الله، خلينا نعملها بالشكل ده. عايزه اقول لكم رائعه رائعه رائعه، الريحه جباره حلوه جدا.
أهم حاجة الجزار اللي هنروح عنده نقول له الريش بتاعتنا ضروري تعملها لنا بشكل معين، يسيب لنا فيها نسبة من الجلد. بصوا منظرها أساسا عامل إزاي، تعالوا كده معايا، هيلة تستاهل فمكم، هتشرفكم يعني تتبيلة هتشرفكم، لو عندكم عرادة فرمدان، لو عندكم ضياف فرمدان غادي تعجبكم بزاف إن شاء الله. يا البنات ضروري تجربوا هاد الريات. يا بسم الله، خليني أعملها كده. بسم الله، عايز أقول لكم سخنة جدا، الحريرة بتاعتي بتغلي، الدقيق بيستوي معايا كويس جدا. لازم بصوا بتبتدي تعمل قشرة بزاي أو بيبقى شكلها إيه، بتبقى حلوة قوي 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 وهيلة. هنا كمان في الريش أنا ما بحطش زيت خالص، زي ما انتوا شفتوا بحط حاجة بسيطة جدا جدا. ليه ما بحطش حاجة كتير؟ عشان خاطر بسم الله، عشان خاطر ما يبقاش، خلينا نحط كل حاجة، ما يبقاش في عند دهون. أهلا 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 يا ميرو، عايزة أقولك قبل ما تقولي أي حاجة عايزة أقولك انت زي القمر تجنني، كل سنة وانتي طيبة. كل سنة وانتي طيبة يا زوزو، والناس كلهم أطيب طيبين، أطيب أطيب خلق الله، حبيبتي رمضان كريم، كل سنة وانتو طيبين. رمضان أنا كريم، أنا الروايح طلع عليا مش قادرة أقاوم والصيام، وحرام عليك يا زوزو. هتفطرينا إيه يا قلبي؟ بط وكشك. أوبا، الموضوع كبير، بطل انا جاي عايزين حاجه وكركديه، موضوع كبير يعني، موضوع كبير قوي. كل سنه وانت طيبه يا قلبي، كل سنه وانت طيبه يا زوزو، واكيد اكيد هيبقوا يجننوا من ايديكي لانك تعملي كل حاجه حلوه. حبيبتي يا زوزو، كل سنه وانت طيبه، ورمضان كريم من المغرب لمصر. يلا بينا نعمل ايه يا زوزو؟ قدمنا الريش بتاعتنا بالشكل ده، يبقى شكلهم حلو جدا. يلا بينا، يلا يلا، اوبا اهو عملناهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده. خليني اشيل دول الاول من هنا عشان اقدم لكم شوربة الحريرة بتاعتي، او شوربة الحريرة اللي جهزت معانا وبقت حلوة قوي قوي قوي. هقدمها لكم بطريقة سمبل قوي، بس هاخد كام تميرة من هنا، شوية ديال التمر. احنا الحريره دايما بنقدمها مع التمر، مع الشبكيه، مع البيض، مع شويه ديال المحرش، على حساب. انا هنا قدمت لكم البطبوط، وقدمت لكم تما الشبكيه، قدمت لكم التمر، قدمنا كل شيء يعني درناه ان شاء الله، كنتمنى انه ينال اعجابكم. كفايه كده نغرف الحريره بتاعتنا. طبعا زي ما قلت لكم احنا ما بنستغناش على الحريره ابدا، يعني لازم لازم تبقى موجوده في الدار عندنا من الأساسيات. خلوني نجيبها هنا، شوفوا شوفوا، عايزة أقول لكم حلاوتها، خليتها خلطة بسيطة كده. بصوا جمال الحريرة المغربية والريحة الرائعة. يلا بسم الله. ممكن تستغنوا عن اللحمة تماماً، انا بقعد اشرب في الحريره دي، اشرب 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 في رمضان فيها لحد ما بقول بس بجد، يعني بشرب فيها كتير كتير قوي. ماما بتقول لي كفايه عليكي، بقول لها لا، هو لازم املاها كده البوله بتاعتي واقعد اشرب اشرب اشرب، بس ما باكلش حاجه فيها بصراحه خالص لما ببقى في المغرب غير متاخر خالص. فلا هي بمعنى، ليه بقول لكم كده؟ انها هي بتلكم، مشبعه جدا، بتخليكي خلاص انت مش عايزه اي حاجه تانية غير انك تبقي واخده دي وبطانيه بعديها او الملايه كده وتقعدي نأنتخ يعني بمعنى اصح. اهو ورشيه ديال هنا البزار او الكمون براحتكم اللي كتفضلوه بهذا الشكل هذا. عايزه اوسع لكم عشان نقدم كل حاجه مع بعضها اهي. خليني ندير هكا ندير هكا. وقبل لما نبتدي الكيش، طبعا ده لو ربنا كرمنا، هنعمل ايه؟ الخضار ديالنا اللي بصوا، الله، اهي
هقول لكم على الكيش واحنا بنظبط الطبق بتاعنا. الكيش كل اللي احنا هنحتاجه فيه، هنحتاج فيه تونه وزيتون اسود وجبنه شيدر، وكمان انا هستعمل صلصه الطماطم بتاعتي. صلصه الطماطم بتاعتي اللي انا اوريدي عاملاها هنا معاكم، بتبقى حلوه جدا ورائعه بصراحه. هبتدي استعمل الحاجات اللي احنا عملناها لتخزينات رمضان مع بعض. واحتاج العجين المرمل. العجين المرمل هتلاقوه عندكم موجود على الشاشه. هاخد هنا اهو انا عامله العجين بتاعي، بعد ما بيستوي باخد بالطريقه دي شويه 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 اهو، بسيطه جدا. الصلصه مش عايزه اي حاجه، بتتاكل بارده وبتتاكل سخنه، بتتاكل بالشكل اللي انتوا عايزينه براحتكم خالص اهي. بس كده اهي. خليني اعمل ايه، اجيب ده واجيب ده. يلا عشان نقدم الحاجه بتاعتنا عايزين نجري. خلوني احط دي كده. وكده يلا خلينا نكتفي بدول. كل اللي احنا هنعمله بصوا حاجات بسيطه خالص. انا هشتغل بايدي اعذروني شويه كده. اللي حابب يدخلها الفرن كمان تاخد لها غلوه بسيطه خالص، ممكن تدخلوها الفرن براحتكم خالص. انا هنا بصراحه مش حابه ادخلها الفرن نهائيا لاني بحب اكلها كده، فانتوا دي حاجه بتاعتكم يعني، برضو دي حريه. زي البيتزا ممكن تحطوهم في الفرن، انا بحبهم بالطريقه دي. الصلصه بتاعتي اوريدي هي مستويه، يعني انا اوريدي لما عملنا التجهيزات الناس اللي حضرت معانا الحلقه هتبقى عارفه انه احنا اوريدي عاملينهم ومجهزينهم من بدري جدا. هنعمل ايه يا زوزو؟ خلينا نحط عليها شويه اهو، وهنا بس كده اهي. كتجي زوينه بزاف ولذيذه بزاف بزاف بزاف، خصكم تجربوها. ما يمكنش نساليكم البيض من السفرة ديال المغرب أو السفرة ديال رمضان. خصني ندير لكم حاجة أخيرة وهبقى خلصت خلاص عشان نخش على جارتنا والبط والحاجات الحلوة اللي هي بتعملها. هنعمل إيه؟ هقدم هنا الحاجات دي. عايزة أقول لكم هنروح دلوقتي طبعا بعد ما أخلص عند أحلى 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 شيف في الدنيا. أنا شخصيا بحبها جدا وبموت فيها بصراحة، لأنها حد طيب جدا، حد جدع جدا، حد شاطر جدا في شغلانته، حد بيهتم بكل التفاصيل في الدنيا اللي تتخيلوها عشان يطلع لكم الحاجة حلوة. حد بجد محب للشغلانة زي ما هي. عايزة أقول لها بنتعلم منك كتير قوي، ولا يعني حد حلو قوي في كل حاجة بصراحة. طبعا عرفتوا مين من غير ما أقول لكم؟ أميرة في المطبخ. وهي طبعا أميرة في المطبخ وأميرة في مطبخها وفي بيتها. كل سنة وهي طيبة ورمضان كريم عليها يا رب، الجميلة والأميرة بأخلاقها. هنعمل هنا أنا بصوا أهو البطاطس بتاعتي، وهقدم طبقي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وزي ما انتوا شايفين النهاردة عملنا متنوع من الأكلات، لازم نقدم مع الريش الخضار دي عشان تبقى حلوة. عملنا ايه يا زوزو؟ عملنا الحريرة المغربية زي ما انتوا شايفينها اهي، كمان عملنا معاها الريش. الريش اللي هي الضلوع محمرة في الفران اللي بتبقى هايلة قوي وتجنن وطعمها حلو جدا 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 جدا. عملنا كمان ايه يا زوزو؟ البريوات. عملنا البريوات ديالنا وخلاص. وليكيش. ليكيش انا حبيت احطهم بالشكل ده لحاجتين اتنين، نظرا لوقت البرنامج وكمان عشان خاطر انا بحبهم اكلهم كده. انا بحب احس ان التشيز بتاعتي مش سايحه في الكيش دول بالذات مع التونه، بحب احس بكل طعم فيهم. فانتوا براحتكم خالص ممكن تعملوهم باي شكل انتوا عايزين. طبعا قدمنا البطبوط معاهم، سلو، عصاير شبكيه، فطاير مغربيه، مسمن البغرير الملوي،
نتمنى ان تكون السفره المغربيه عجبتكم، نتمنى انكم تكونوا معنا بخير وعلى خير. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين وعواشركم مبروكه. يلا بينا الاحلى شيف دلوقتي، هتيجي اميره في المطبخ وهتعمل لكم وصفات حلوه جدا 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 جدا. عايزه اقول لكم شايفه تجهيزات رايحه جايه من قدامي، انا اللهم اني صائمه بس ده اللي انا هقوله. Love you so much، عواشركم مبروكه والسلام عليكم.